بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستغرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى فهم جيد لدرس الاشتقاقية وكل ما يتعلق بها. تجنب الخفض، ركزوا معايا مليح، تفهموا. عندنا منحنى، منحنى تاع دالة إف، منحنى هي دالة إف مثلا. عندنا فاصلة x صفر، هاي فاصلة x صفر، صورتها بالدالة f ما هي؟ هي f x صفر. ركزوا معايا مليح يا جماعة، مكانش الحفاظة، حاجة ما تصحط كلشي تفهم. هنايا كنزيدو مسافة h، كنزيد مسافة h، الفاصلة الناتجة ما هي؟ هي x صفر زائد h. x صفر زائد h هذه يا جماعة، ما هي صورتها بالدالة f؟ صورتها بالدالة F هي ماذا؟ هي F X صفر زائد H. F X صفر زائد H. طبعاً يعني بالدرجة جمع X صفر كنت عدي المنحنى تخرج صورة، تخرج F X صفر كنزيد مسافة H، فاصلة الناتجة X صفر زائد H، هذه كنت عدي المنحنى تخرج صورة، اسمها تحط ما بين قوسين باختصار شديد. روح فهمنا هذه النقطة نسميوها A وهذه B، كون نربط ما بين نقطتين A و B ماذا نجد؟ نجد مستقيم قاطع للمنحنى. لماذا قاطع؟ علاه ما قلناش مماس؟ ها مستقيم قاطع لأنه يشترك مع المنحنى في زوج نقط، يعني في نقطتين. بيان دوك يا جماعة الاشتقاقية كامل، شوف معايا هي تحكي على الميل، ميل تاع المستقيم. حنا قلنا هنايا كمعلومة كل مستقيم له معادلة من الشكل. واش من شكل؟ مثلا ندير مستقيم ابي، ابي هذا عنده معادلة من الشكل y واش يساوي ا اكس زائد بي، ا اكس زائد بي. الا جماعة عنده خص خمس اسامي. الا واش الاسم تاعو الاول؟ الا الاسم تاعو معامل توجيه. اسمه الثاني الميل. الاسم تاعو الثالث نسبة تزايد، هذه في الدوائر. الاسم الرابع عدد مشتق. واسمه الاخير طونجونت. مثلا الزاوية في المثال تاعنا طونجونت الزاوية A. عنده خمس اسامي. دوك انا باش نخرج الميل، باش نخرج الا صغيرة هذه، وشو التعريف اللي راح نضيفو؟ نضيف طونجونت. هنا نزيد برك نقطة ثالثة هي واش سي. ركز دوك تفهم كلش فاش الحفاظة. في المثلث القائم في المثلث ABC القائم في سي صح، كون دير طونجونت الزاوية A واش تساوي طول الضلع المقابل على طول الضلع المجاور. الوتر هنا ما نحتاجوش. هايا هنايا الأ صغيرة جابعة، أنا حاب نحسب هذي أ صغيرة، هذي واش تساوي هنا؟ تساوي طونجونت أ كبيرة. واش تساوي؟ تساوي طول الضلع المقابل على طول الضلع المجاور، اللي مقابل على اللي مجاور. هضر معنا بالحروف الساعة، واش تساوي هنا؟ تساوي هنا بي سي قسمها ماذا؟ أسي قسمها أسي. ها راه دوكا نبدلو اللغة، كي نبدلو اللغة نهضرو باللغة تاع الإف. شوف معايا كي تقولي نتا بي سي، بي سي تسمى الضلع هذا، هذا هو هذا. هنا واش نقولو؟ نقول الكبير ناقص الصغير، الكبير ناقص الصغير تسمى إف إكس صفر زائد أش ناقص إف إكس صفر. إذا أ هنا تساوي إف إكس صفر زائد أش ناقص إف إكس صفر. قسمة ماذا؟ كيف تقدر تقول كبير ناقص صغير، بس تقدر تقول اش طول. هنا كي تقول اسي خي هو الضلع هذا الاحمر هي اش، ولا تقول اكس صفر زائد اش ونقصها اكس صفر. كيف خارجه اش. تسمى هنا واش نكتبوها اش. باختصار شديد الا هنا شو يساوي الفرق في ليزاف كبير ناقص صغير على واش؟ على الاش. الفرق في ليزاف على الاش. هذا جماعه الاسم تاعو في الرياضيات عنده اسم، الا هنا كيف تسمى في الرياضيات؟ الا
هنا تسمى نسبة تزايد دال اف عند اكس لا بيجوار اكس. والان يا جماعه وشو التفسير الهندسي؟ ما هو تفسيرها الهندسي؟ تفسير هندسي لنسبة التزايد. نسبة التزايد هندسي وش تعني؟ تعني زوج كلمات سميل القطع. هنا التفسير الهندسي هنايا ا هنا ماذا تسمى؟ ميل المستقيم ا بي ميل ا بي وش بيه الوضع النسبي تاعو وش قلنا عليه؟ القاطع للمنحنى قطع لسي اف عليه باسكو اشتراط معاه في زوج نقطة تشوفها اللي ما قلتلكش خلاص حط سي بون فاهمين طرا طرا بيان يعني مشي هذا اللي هضرت كامل يا جماعة واش نبقى نسى مسجل لي كيقول لك نسبة تزايد في لي باك واش يقول لك؟ يقول لك حسب لي نسبة معينة ومن بعد تستنتج قابلية الشقاق. حنا نفهمو الساعة نسبة التزايد دوك نروحو لقابلية الشقاق. تسمى هنا واش نبقى مسجل لي صار الا تاعك هاد اللي هي نسبة التزايد هي الفرق في الإزاف على الاش الفرق في الإزاف على الاش سي بون هادي نسبة التزايد. مو تفسيروها الهندسي زوج كلمات ميل القاطع ميل ا بي القاطع للمنحنى سي بون دوك هادي نسبة التزايد تسمى فهم العام. ثانيا يعني العنوان تاع هذا اولا نسبة التزايد هكا باه ننظمو امورنا دوكا بالنسبة للتزايد تفهم قابلية الانشقاق. ثانيا هاي قابلية الانشقاق دال اف وين بلاصة عند اكس دوك نفهمك في قابلية الانشقاق باختصار شديد يا جماعة على حساب ديسكم بنسبة التزايد دوكا هكا تفهم مليح قابلية الانشقاق. نسبة التزايد هذي نسبة التزايد واش نديرو لها؟ نزيد لها ليميت كون نزيد لها ليميت اش تعود الصفر دوك نفهمك واش معناتها ليميت اش تعود الصفر واش راح تولي؟ تولي قابلية الاشتقاق اشتقاق باختصار شديد مفهمناش نسبة التزايد يا جماعة نزيدو لها ليميت واش معناتها ليميت اش يعود صفر؟ ها روح تشوف الرسمة معناتها الاش صغار ميديش صفر يكون قريب من صفر عندك واش معناتها اش صغار واش معناتها ليميت اش يعود صفر؟ هنايا ها كون نقطة بي هادي تهبط هك كون تهبط تولي قريبة من أ واش قاعد يصرى للأش ها كي تجي تبع واش قاعد يصرى للأش قاعد ينقص دوكا كي تولي بي قريبة جدا منقولوش تنطبق على أ غلطة تنطبق على الأ ولي أش صفر تولي النسبة هادي مش معروفة نقولو قريبة جدا من أ معناتها بي كون تهبط عند الأ هنايا المستقيم هنا واش راح يصرالو؟ راح يتبدل الميل تاعو شوف معايا ها معناتها مستقيم هنا متى يصبح؟ يصبح مماس المستقيم يصبح مماس هادي واش معناتها؟ على حتى ولا مماس هذا كان قاطع كان هنا قاطع باسكو يشتاق مع المنحنى في زوج نقط هنا يولي مماس يولي مماس على حتى باسكو ولا يشتاق هنايا مع المنحنى في نقطة واحدة. إذا كفهم جيد هاي كفهم جيد للكتابة ليميت اش تؤول إلى صفر ها ليميت اش تؤول إلى صفر تعني اش صغير بالقدر الكافي صغير جدا بالقدر الكافي صح بمعنى أي بي قريبة جدا من أ نقطة أ ها واش يصرى كي يعود بي قريبة بزاف من أ تقريبا تنطبق عليها ها واش راح يصرى يصبح القاطع مماس القاطع ما يبقاش قاطع يولي مماس سي بون يسمى هنا شفت نسبة التزايد هذيك اللي لقينا قبيل الأ هذيك ها شوف معايا اف اكس صفر زيد اش ناقص اف اكس صفر قسمة اش اللي نتيجتها كانت ا دوكا انت كيزيد لها ليميت ها انا راه نزيد ليميت ال ا ما تبقاش ا ليميت اش يقول الى الصفر كاع تشوف المستقيم وتبدل الميل تاعو تبدل هادي شغل يا جماعه صوره مكبره هنا ليميت اش يقول الصفر ا ما تبقاش ا يعني كيزيدني ليميت هادي شو حصل لي تولي ا في 9 مثلا
أفتحوا وش اسمها في الرياضيات، اسمها الحقيقي فتحة لإكس صفر، هذا هو جماع العد المشتق، هذا هو العد المشتق، هذا وش نقول له في الرياضيات؟ عدد مشتق، سي بون. يعني وش هضرت باختصار، خصك هذا الشيء اللي هضرته بكل في زوج كلمات، الفرق في الإزاف على الأش اللي هو أ، هذا وش يقولوا في الرياضيات نسبة تزايد، وشو التفسير تاعو؟ ميل القاطع، دو مو، ميل القاطع، كيزيدني ليميت، أش يعود صفر، الأ ما تبقاش أ، الأ ما تبقاش أ تولي أ فتحة، أ فتحة وش اسمها في الرياضيات؟ فتحة لي إكس صفر، تولي اسمها قابلية الشقاق، وهذا وش يولي؟ يولي ميل الممس. الفرق في الإزاف على الأش يساوي أ نسبة تزايد، كيزيدني ليميت تولي هادي أ فتحة ولي ميل الممس، خلصت، هذا ما كان، من الآخر في اختصار، سي بون. إذن ماذا نقول هنا؟ إذا كان ها هام جدا، هام جدا، دوكا على حساب النتيجة هنا، على حساب النتيجة كي تكثر من التمارين تتعلم، هنا إذا كان إف فتحة، إف فتحة لإكس صفر هاك، إذا كان عدد ها عدد منتهي، نكتب لكم إذا كان خير، إذا كان ها نكتبوها هنا باسك فينا، إف فتحة لإكس صفر عدد منتهي ووحيد. ووحيد شروط يعني شرطان يعني عد منتهي ووحيد وش نقول هنا نقول ان اف اف قابله للاشتقاق ها وين بلاصه عند اكس صفر وعددها المشتق هو اف فتحه لاكس صفر ما هو التفسير الهندسي يا جماعه نهضرناه في الفيديو اللي عندك ماني لاباس هنا تفسير هندسي وش نقول هنا سي اف يقبل مماس واحد مماس فريد عبد المسيس مماس فريد معامل عند اكس صفر معامل توجيهه هو اف فتحة لي اكس صفر سي بون هذه هي قابلية الشقاق نسبة التزايد زايدة قابلية الشقاق كفهم جيد نتوقف هنا نكمل الحصة القادمة إن شاء الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله